كل ترابيزة مصرية وفي كل البيوت المصرية طول السنة، مش بس في شم النسيم والعيد، بس احنا ايه في الأعياد بقى نفسنا بتروح للرنجة أكتر. لكن دايما كل سنة عندنا السؤال ناكل الرنجة ازاي بأنهي طريقة، وحاجة تانية برضه نعرف ازاي الرنجة الحلوة من الرنجة البايظة وازاي ما يضحكش علينا، وازاي الرنجة دي تبقى مفيدة ومحتفظة بكل فوائدها ايا كانت الطريقة بقى اللي انت هتاكلها بيها، سواء بتحب تاكلها كده سادة او بالطحينة وبالسلطة، وكل واحد له مزاجه في أكل الرنجة، وساعات بالبصل الأخضر وساعات بالخس والخضار. النهاردة أنا أول حاجة سألتها للحاج سيد نعرف منين الرنجة الحلوة من الرنجة اللي ممكن تبقى مش قد كده. حاجة داني معلومات كتير وشرح لي الموضوع كله، وأنا هحاول أبسطه لحضراتكم قبل ما أعمل أنا كمان تجربة عملية كده وأمسك الرنجة بإيدي عشان أوصل لكم الصورة كاملة وخلاصة الرنجة في شم النسيم. أول حاجة لازم الرنجة تبقى مش مهرية، يعني لو بنمسك أهو واحدة من حتة الرنجة ما تبقاش مهرية، تبقى الحتة كلها على بعض ما بتبقاش بتتقطع أو بتتفرفت في الإيد. تاني حاجة برضو مهمة جدا قال لي عليها الحاج سيد، اللون السيلفر اللي في ظهر سمكة الرنجة أو حتة سمكة الرنجة ده معناه أن هي محتفظة بكل فوائدها ومحتفظة بالأوميجا 3 اللي هو أغنى حاجة وأهم الخواص الطبيعية اللي موجودة في سمكة الرنجة. تالت حاجة بقى ودي هتشوفوها لما أبدأ أقطعها، السمكة لما بتقطع بالسكينة السكينة بتخش فيها كده إيه من غير ما تهريها زي ما بنقول، وفي نفس الوقت بتبين خيوط كده جوه سمك الرنجة. إيه رأيكم بقى أقطعها لكم ونشوف بنفسنا؟ استأذنك يا حاج سيد بقى تمسك لي المايك. اتفضلي بقى. جرب انا عملي. بنذبح اذبحي حسي. اللي هي الانسجه والخيوط بتاعه الرنجه بتعرفي تعدي الفصوص، طالما بتعدي الفصوص خلاص ده ما حصلهاش اي نوع من انواع التلفيات. شايفه الفصوص بتاعتها عامله ازاي؟ متعدده مش مهريه. هي دي اللي يقول ان الرنجه دي اتعملت في مناخ كويس، اتعملت بطريقه علميه، اتعملت بطريقه صح، لما اللي هياكلها يحس كمان بالطعم، في اختلاف الطعم ويحس بكل الفايده. وانت بتقطعي اكنك بتذبحي السمك، ما بيغرسش ما بتغرسش اهي، ما بتغرسش زي ما انت قلت لي. أيوة. كل الخيوط اهي زي ما انتم شايفين. طبعا وانا ماسكه السكينه حاسه ان انا جزاره. بس ايه اهي كل الخيوط. انت فعلا فعلا بتذبحي لحمه، هي لحمه. اوكي نكمل كده. دي بقى ايه تتقطع عليها شويه سلطه، يتقطع عليها يتحط عليها شويه طحينه. يا فندم يتحط عليها حاجه يعني، يتحط عليها سلطه حاجه يعني. انا كمان بنصح يا ريت نعمل تيست عشان نوري الجمهور نجرب. اسمحي لي بس، ده الكافيار بتاعنا. ده كافيار ابو السيد، ده كافيار من بيض السلمون. هنعمل تجربة كده. انا شفتي اخدت خبرة كويسة في الموضوع. بص يا فندم ده الكافيار اهو، هنحط واحدة كده ماشي اهي، هناخد خلة. يا ريت وتقولي للناس الطعم اخباره ايه اهو. نجرب بقى ندوق. مش معقول قطعنا. دوقي كده. أيوة. بس هقول حاجة، لأن احنا مش معقول قطعنا ومش معقول شمينا الريحة ومش معقول لفينا معاكم في المصنع كله وما ندوقش، بس أنا وقعت الكافيار. هنجرب كده اهو وندوق. حلو قوي. هي دي رنجة قوي 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 قوي، مميز ومعروف، خطيرة بجد. شوقتنا بقى نعمل طبق الرنجة. احنا بقى ايه دلوقتي، انا دقت وطعمها خطير، بس انت هتشرح لي حاجات تانية. احنا هنتكلم دلوقتي على الرنجة المبطرخة واللي مش بطرخة. المبطرخة لازم يبقى فيها البراند موجود هنا. انا هفتحها قدام حضرتك دلوقتي. ده اللي هو البطروخ كامل النمو اللي تقريبا معظم المصريين مدمنين بال البطارخ دي. احلى حاجه في الرنجه. بس في حاجه بيكون البطروخ جواها، وانت بقى بتفتح انا برضو في حاجه لاحظتها في طعم الرنجه دي. وما اعرفش ده صحيح ولا لا، بس لو الرنجه طعمها مش حلو قوي بنحتاج نحط عليها حاجات كتير تخبي الطعم. دي طعمها حلوه لوحدها. دي مش محتاجه فندم ان انت، لان ده دي معموله بالطريقه العلميه. السموك بتاعها يعني متهيألي انت احنا ماشيين مع بعض، مش هتقولي لي انا عايز اشرب او عاوز شاي او صدري بيوجعني، هتجربيه عملي. لان
برضو احنا لما بناكل الرنجه بنعطش قوي، ايه من الملوحه يا فندم؟ ده من زي ما قلنا، اما بتاكل الرنجه بتعطشي من طريقه السموك والمشاكل اللي بتبقى في الاخشاب، ومن الملح بيبقى شايل ميه، وده لازم الملح، لا الملح لازم يكون معالج، لان هو الملح ده اللي بيخلي الريق يجري. دي بقى الظبطه اللي لو اتعملت الرنجه ولا تعطش ولا تجيب حموضه ولا تتعب. ايوه انا هفتح لكم بقى الرنجه دلوقتي، دي اللي المصريين بقى يعني ايه عارفينها، دي كامل النمو في الرنجه. بص يا فندم، انا اكني بذبح منتج. ده البطروخ، ده البطروخ اللي هو المرمل، ده كامل النمو. طالما بنقول ده اسمه ايه؟ ده البطروخ بتاع الانثى. ده بيبقى بطروخ كامل النمو. لما نعد الخرز بتاعه، الخرز بتاعه يا بص لازم يعمله، ده الخرز. ده البطروخ، ده اللي المصريين بنقول لهم لو ما تلاقيتوش العلامه دي اعرفوا ان هي مش مبطرخه.